دلوقتي اروح لزميلي العزيز احمد الحسيني في القناطر الخيريه. صباح الخير عليكم، كل سنه وانت طيب يا احمد. صباح الخير يا جمانة، كل سنة وانتم طيبين من محافظة القليوبية وتحديدا من القناطر الخيرية المشهورة بحدائقها الجميلة والخلابة هنا في القناطر الخيرية في مساحات من الحدائق الخضراء بتصل ل 70 فدان. أنا تحديدا هنا موجود في حديقة عفلة أو المعروفة باسم حديقة عفلة، وتم تطوير اسمها لحديقة لؤلؤة الشرق. الحديقة دي هي مقامة على مساحة 13 فدان، تم تطويرها بشكل كبير، وهي كمان مطلة على نهر النيل ما بين القناطر القديمة اللي انشأها محمد علي باشا والقناطر الجديدة اللي هي داخلة في الخدمة وبتشتغل. طبعا احنا هنا على فرع دمياط، الفرع الايسر لفرع دمياط من نهر النيل. كتير من الاسر المصرية بتيجي هنا في فترة الاعياد وعيد الفطر للاستمتاع بالخضرة والمساحات الخضراء وجمال كمان النيل مع القناطر الخيرية، وفي كمان ألعاب ترفيهية. المحافظة هنا ووزارة الري يعني عملت استعدادات كبيرة جدا بالنسبة للحدائق، وتم تطوير عدد كبير من الحدائق الموجودة هنا في القناطر الخيرية. خليني أقول لكم كمان إن محافظ القليوبية دلوقتي بيقوم بالمرور على عدد من الحدائق الموجود منذ قليل هنا في حديقة عفلة قديما أو حديقة لؤلؤة الشرق حديثا، واطمأن كمان على أعمال الاستعدادات اللي أجرتها كافة الحدائق هنا في محافظة القليوبية وتحديدا في القناطر الخيرية اللي بتعتبر كمان هي وجهة مهمة جدا لعدد كبير من الأسر لقضاء أيام العيد بسعادة كبيرة وسعادة غامرة جدا، زي ما احنا رصدنا منذ قليل بعدسات الكاميرا أسر جت في اليوم الأول من عيد الفطر، وكمان بيزداد الإقبال مع الساعات لما يخش ساعات الظهيرة وكمان تاني يوم العيد. وبالتالي كمان احنا لو اتكلمنا عن تذاكر الدخول هنلاقي ان تذاكر الدخول في معظم الحدائق هنا في القناطر الخيرية هي متاحة لمتناول الأيدي الجميع. كمان المحافظة هنا عملت استعدادات كبيرة منذ صلاة العيد النهاردة، وفرت بالتنسيق طبعا مع وزارة الأوقاف وفرت حوالي 1650 مسجد كبير هنا في القليوبية وفي القناطر لتوفير ساحات للمصلين هنا في مدينة القناطر. وطبعا في ألعاب ترفيهية تانية زي ركوب الخيل وكمان ركوب المراكب والاستمتاع باليوم المشمس الجميل النهاردة في أول أيام عيد الفطر المبارك. خلينا نرجع لكم مرة تانية بعد ما نقلنا لكم المشهد هنا في مدينة القناطر الخيرية. أحمد الحسيني طبعا بشكرك شكرا جزيلا.